أدال عراقة الانطلاقة وأصالة المبدأ. أدال صوت الوطن الذي نعشقه، صوت التغيير الذي ننشده، صوت الحرية والديمقراطية والعدالة والتعايش، صوت الجماهير الإريترية في المهجر والوطن، صوت يحمل أمانة شهداء الوطن وحلم شباب المستقبل. راديو أدال يأتيكم عبر الأثير باللغتين العربية والتجريمية يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع من الساعة 6 وحتى 7 مساء بتوقيت أريتريا على الموجة القصيرة 11670 كيلو هيرتز بذبذبة قدرها 25 متر باند. صوت أدال سيحمل لكم برامج متنوعة تواكب تطورات أحداث الوطن وتلامس هموم ومعاناة المواطن الإريتري. فاضل سلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته. نحييكم من إذاعة أدال ونقدم لحضراتكم تعليقنا السياسي لهذا المساء تحت عنوان التقارب السعودي القطري الإثيوبي إلى أين؟ تقوم علاقات الدول على مصالح مشتركة وعلى مبادئ وثوابت محددة ضمن أطر من علاقات حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وتعزيز العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة لهذه الدول ويدافع عن قضاياها وانتهاج سياسة عدم الانحياز وإقامة علاقات تعاون ولعب دور فاعل في إطار المنظمات الإقليمية والدولية. ومنطقة شرق إفريقيا وجنوب البحر الأحمر منطقة استراتيجية نظرا لوجود البحر الأحمر ووقوعها على باب المندب الهام. تشهد هذه المنطقة صراعات وتجاذبات وحالة من عدم الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي، ويبدو أنه قد تأكد للقادة السعوديين والقطريين مؤخرا أهمية إثيوبيا لما تمثله من قوة اقتصادية وأمنية وسياسية في المنطقة. وتشير تحركات البلدين إلى أن المسؤولين السعوديين والقطريين لديهم قناعة على أن الدكتاتور إسياس أفورقي رجل متقلب المزاج ولا يؤتمن عليه في المحافظة على العلاقات الثنائية القائمة على التعاون والشراكة. إننا نعتقد بأن الحسابات السعودية لم تكن موضوعية عندما اعتبرت الدكتاتور إسياس أفورقي رجلا يعول عليه ضمن إطار التحالف العربي لمساندة حكومة الرئيس عبد الرب منصور في اليمن ومحاربة الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح فيما يعرف بتحالف عاصفة الحزم. لكن القيادة السعودية أدركت مؤخرا أن إسياس لا زال يلعب على الحبلين الإيراني الحوثي من جهة والتقرب من دول الخليج من جهة أخرى، وذلك طمعا في المساعدات المالية والعسكرية. ويعرف رأس النظام في أسمرة من أين يؤكل الكتف، لكن القيادة السعودية اختبرت الرجل في الوقت المناسب وجعلته يثور كالثور الهائج من الغضب حين استقبلت رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين في 21 نوفمبر 2016 بحفاوة بالغة.
ونعتقد بأن هذه الزيارة كانت رسالة واضحة من الرياض إلى رأس النظام في أسمرة بأن شهر العسل بين البلدين قد انتهى. وقد استوعب الدكتاتور أفورقي هذه الرسالة وقام بزيارة مصر التي التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي وصرح بأهمية الدور القيادي لمصر في المنطقة. وقد تناولت وسائل الإعلام بأن هذه الزيارة والتصريح الذي أدلى به أفورقي سوف يغضب بلا شك الرياض بسبب فتور العلاقات بين السعودية ومصر بعد التصويت الأخير ضد القرار الفرنسي في مجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بالصراع القائم في سوريا. ويشير كثير من المحللين بأن القيادتين السعودية والقطرية تريان في الحليف الجديد إثيوبيا صديقا يعول عليه في المنطقة، لذلك جاءت زيارة مستشار العاهل السعودي بالديوان الملكي أحمد الخطيب في 16 من الشهر الجاري لتوطيد علاقات البلدين، حيث زار سد النهضة والتقى بالمسؤولين الإثيوبيين. كما تم في هذا اللقاء الاتفاق على تشكيل اللجنة للتعاون بين البلدين في مجال الطاقة. من جانبه أكد رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين رغبة بلاده في التعاون مع السعودية في مجال الطاقة والطرق والكهرباء والزراعة والسياحة، بينما قال الخطيب إن السعودية وإثيوبيا لديهما إمكانات هائلة ستمكن البلدين من العمل معا في تعزيز وتقوية العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية بينهما. وأخيرا اختتم في 20 ديسمبر وزير الخارجية القطري محمد عبد الرحمن آل ثاني زيارته لأديس أبابا وأجرى خلالها محادثات مع نظيره الإثيوبي ورق النهجي بو، حيث وقع الجانبان عدة اتفاقيات تعاون في مجالات الاستثمار والبنية التحتية والتعاون الأمني. ويرى المحللون أن إثيوبيا دولة تحتفظ بعلاقات جيدة مع معظم دول العالم، ويمكن للصديق الجديد إثيوبيا أن يحقق بعض ما تطمح إليه دول الخليج في محاربة الإرهاب في المنطقة وتوثيق عرى الشراكة بين دول الخليج وإثيوبيا. فهل يمكن أن تستفيد المعارضة الإريترية من هذا التطور في علاقات دول المنطقة في التضييق على نظام أسمر المستبد؟ ويرى عدد من المحللين أن الخصم اللدود لإثيوبيا الدكتاتور إسياس سيعمل في الفترة المقبلة على تحريك سفينة المعارضة الإثيوبية التي تنطلق من الأراضي الإريترية بالاتفاق مع حليفه المصري لزعزعة الاستقرار في إثيوبيا. كما تؤكد الاتهامات الإثيوبية بالدعم الإريتري المصري للمعارضة الإثيوبية الأمر الذي تنفيه الحكومة المصرية. مستمعينا الكرام، استمعتم إلى تعليقنا السياسي لهذا المساء، ونترككم لمتابعة بقية فقرات برامجنا. ما الذي قد تعنيه القهوة؟ قهوة أمي مثلا، تحمص أمي قهوتها على مهل، تمنح كل حبة فيها ما تناله من رعاية واهتمام. بلغت حبوب القهوة نصف نضجها الآن، تحملها إلينا تسابق دخانها المنبعث، تطوف علينا واحدا واحدا وهي تهز وعاءها المعدني، تستمر في بعث موسيقاها الصافية. نمد أيادينا كمن يحاول القبض على أكبر قدر من الدخان قبل أن يتلاشى. وحدنا نقدس رائحة القهوة، نادرا ما تقدم القهوة بمفردها، للذرة رمزية في المخيلة الإريترية
فبها كانت تستقبل الأمهات أبناءها العائدين من ساحات الحرب منتصرين. ليصبح فيما بعد طقس من طقوس الفرح تنثر في وجه العروسين. الحرص على استحضار هذه الطقوس هو استحضار للذاكرة وصون لها من أن تموت. ما الذي قد تعنيه القهوة؟ لم يكن بوسع الإريتري أن يحمل معه شيئا أثناء الرحيل. لكن حين نتحلق حول الجبنة تغدو بيوت المهجر مفعمة بعبق الوطن بتفاصيله الغنية. حين نحلق حول الجبنة يعود الحمام ليملأ باحات البيوت المترامية. تضج الشوارع بالصبية يلاحقون أحلامهم البسيطة. تملأ عليهم كونهم لا ينافسهم في ذلك إلا الكهول. لا يتوقفون عن سرد حكاياتهم مهما كثرت خطوط الزمن على وجوههم. تختصر القهوة مساحات الاغتراب في النفوس، توقف الزمن عند لحظات أصيلة. تختصر القهوة ملامح الطيبين، تمدنا بأوصافهم. هي مثلهم سمراء دافئة، هي مثلهم في القرب والألفة والحميمية، هي مثلهم باقية حين يذهب كل شيء. القهوة وطن، وطن لحلم لم يبدأ. لآخر لم يكتمل، وطن لقصة لم تروى، لأمل، لجرح لم يندمل. لشعب ألف الرحيل، لشوق لم يعرف اليأس. وطن لأب كادح، لطفل يتساءل. لشيخ حال وطن. لمسافات تعايشنا معها، لإنسان مسكنه الرحيل. قهوة أمي وطن.
صوت آدال، صوت حر مستقل لكل الإرتريين، صوت الإرتري في المثلث المسجون، من عصب إلى قرورة، ومن عصب إلى أم حجر، ومن أم حجر إلى قرورة. صوت آدال، صوت اللاجئ التائه الحائر في معسكرات اللجوء والجوار، صوت التائهين في الفيافي، صوت المستغيثين في البحار. صوت أدال من إرتريين إلى إرتريين، المحرومين في المهجر من زيارة بلادهم، والمحرومين في الداخل من التعبير، المحرومين من الشهيق بحرية والزفير. صوت أدال، صوت الشعب المغبون لكشف ما تحت الأرض وفوق الأرض من سجون، لفضح نهج البطش والقمع الوحشي المجنون. صوت أدال، صوت الحرية، صوت أدال، صوت السلام والديمقراطية. Thank you.
يا بلادي للشاعر أحمد سعد. كل نبض في عروقي، كل عزم في نضال الكادحين، كل شوق وأنين في بلادي يصنع الفجر المبين، يملأ الدنيا دويا وانبعاثا رغم كيد الغاصبين. سوف نمضي في المسير، إننا أصحاب حق لا يلين. يا رفاقي افرشوا الدرب صمودا وفداء، فجروا اللحن المدوي يملأ الأفق هتافا وسناء. صرخة الشعب المفدى في الحنايا جذوة تشعل العزم مضى. إن آلام الضحايا والحزانة في الخيام انتصار لا خضوع ضد من يرجو الفناء. كل نصر طاف في أرجاء كوبا وعدن كان في الأصل جراحا ودماء. كل باغ سوف يفنى يا بلادي، كل حق في يميني سوف يبقى خضرارا وضياء. ربما دكوا الروابي، ربما صبوا لهيبا فوق زرع وبيوت وحمام، بيد أن لن نبالي بالمآسي. شوكي الحمل الحمل جربولو كيم بولو جر جر جربولو جر جر جربولو شوكي الحمل الحمل جربولو كيم بولو وداب شوكي الحمل الحمل جربولو كيم بولو كارونا بوداي هجي يا حمقت يا هو وتقبلوا سكاي سلاح طور وقلم تاريخ كتب بأدماي حتى نيده جانا قيدني دو السناي قيدني دو السناي حتى نيده جانا قيدني دو السناي قيدني دو السناي شوكي الحمل الحمل جربولو كيم بولو وداب شوكي الحمل الحمل جربولو كيم بولو جر جر جربولو جر جر جربولو شوكي الحمل الحمل جربولو كيم بولو ودا
بشوك الحمل الحمل جربولو كين بولو لبقى عديب والدولة ساقم لسنة ولا آكي لبقى عديب والدولة ساقم لسنة ولا آكي وانت اقل اتاكاي لك مكره تتاقي قبيو حزرك لا ما حدا قل لي دي تتطعم هقكيد حدك فتني تيدي حدك فتني تيدي تتطعم هقكيد حدك فتني تيدي حدك فتني تيدي جر 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 بولو جر 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 بولو ودا بشوك الحمل الحمل جر بولو كين بولو ودا بشوك الحمل الحمل جر بولو كين بولو جر 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 بولو جر 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 بولو بشوك الحمل الحمل جربولو كين بولو ودا بشوك الحمل الحمل جربولو كين بولو الفاجل سياسي زرق باتوارو الفاجل سياسي زرق باتوارو هو تملو حزتو هيب منو مقارو شعب قرار كل يوم حزه صبحو درارو جربوا له كم كلم نادر لك بدا فاترو نادر لك بدا فاترو جربوا له كم كلم نادر لك بدا فاترو نادر لك بدا فاترو مستمعينا الكرام، بهذا نصل بكم إلى ختام برامجنا باللغة العربية لهذا المساء، ونشكر لكم حسن المتابعة، راجين أن تتواصلوا معنا وترسلوا لنا ملاحظاتكم وآرائكم عبر البريد الإلكتروني radioadal@gmail.com. بعد قليل تتابعون برامجنا باللغة التجرينية، وحتى نلتقيكم يوم الأربعاء القادم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.